أنا اسمي باسم السبكي، كنت حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك من 83 ل 97. بدأت التدريب في سنة 97 في نادي الزمالك، وبعد كده تدرجت في مراحل تدريب مع منتخب مصر، وبعد كده طلعت مع منتخب الكويت، وبعد كده رجعت تاني مصر، وبعد كده طلعت منتخب عمان، وبعد كده رجعت منتخب مصر، وبعد كده مع نادي الزمالك آخر موسمين، ودلوقتي إن شاء الله بإذن الله مع نادي الترجي. والله المفاوضات جت بصورة سريعة وكانت disappointment، يعني كانت حاسمة. اتصل بي الأستاذ قصعطية وأبدى رغبته في التعاقد معايا. طبعا نادي الترجي من الأندية العريقة أفريقيا وعربيا، ومن الأندية اللي فعلا أي مدرب في الوطن العربي يحب أنه هو يشتغل معاها. فأما أستاذ قص كلمني رحبت طبعا بالموضوع، وبدأنا في المفاوضات. كان عندي مشكلة صغيرة في الشغل عندي، والحمد لله عرفت أخلصها، وتم التفاوض بصورة جيدة وسريعة وحاسمة زي ما 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 قلت. طبعا معروف في أفريقيا والعرب كله نادي ترجي من أكبر وأحسن الأندية الموجودة على المستوى الأفريقي والمستوى العربي، سواء في الألعاب الجماعية كلها اللي هي كرة القدم والفولي والهاندبول. يمكن ما بيخلاش نهائي أفريقيا كرة قدم ترجي طرف من الأطراف اللي موجودة فيه. نفس الكلام كرة اليد برضو، معظم السنوات الماضية كان برضو دايما تبص نلاقي، بحكم طبعا ان انا يعني متابع جيد لكرة اليد الافريقية، ان كان دايما ترجي بيبقى طرف من الاطراف الفرق الواصلة للنهائيات. وطبعا دي حاجة كويسة وجميلة، ونتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله يبقى كله تتويج ترجي ان شاء الله. أصعب حاجة إن المدرب يجي في نص موسم، لأن مش معروف إيه الشغل اللي اتعمل قبل كده، تمام؟ عشان يكمل على الشغل تطويره يعني، أو إن إحنا عايزين نعمل الشغل بتاعنا إيه يعني. لما بيبقى الشغل في بداية الموسم طبعاً بيبقى غير، إن أنت بتبدأ تعمل الشغل بتاعك من أوله، وبالتالي بتبني كل شغلك على الشغل بتاعك. إنما دلوقتي إن شاء الله بإذن الله، هنحاول إن إحنا فعلاً نقف على مستوى اللاعبين سواء بدنياً أو مهارياً، ونبدأ إن شاء الله تدريجياً نعمل على تحسين الأداء بإذن الله إن شاء الله. موضوع مش سهل ومحتاج وقت طبعاً، ده أكيد، بس زي ما بنقول يعني بنحاول نحارب الزمن، لأن يعني أعتقد إحنا داخلين على مباريات فاينل الدوري، وأعتقد بأي صورة هتتلعب بيها إن خسارة أي مباراة بتبقى بتبعدك سواء أنت أو أي فريق منافس ليك. فإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نحاول نمشي على الخط الصحيح واحدة واحدة كده بالراحة، لحد إن شاء الله ما نرتب الأوراق صح، وإن شاء الله يعني إن شاء الله مش هناخد وقت كبير بإذن الله. يعني أنا يمكن من حسن حظي إن أنا شغلي دايما مع الفرق اللي لها صيت ولها باع، يعني كان مع منتخب مصر أو منتخب الكويت على مستوى آسيا، ونادي الزمالك ونادي الترجي. فأعتقد إن شاء الله إن الفترة دي بإذن الله مش هتقل تتويجات نادي الترجي بإذن الله عن أي تتويجات في أي فرق إن شاء الله اشتغلنا فيها قبل كده بإذن الله. بس محتاجين الوقت شوية عشان نقدر فعلا إن احنا فعلا نظبط الأمور إن شاء الله. وبوعد بإذن الله إن شاء الله جماهير الترجي كلها بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هنبذل أقصى جهد إحنا واللاعبين والجهاز الفني والإدارة. أنا حاجة متأكد منها، من يعني أنا ما بقاليش غير عدة ساعات، إنما شايف ما شاء الله بجد الناس قلبها قد ايه على النادي، وازاي بيتعاملوا مع بعض بحب واخلاص. بجد يعني الانطباع كان كويس جدا في البداية، فده انا شايف ان شاء الله ان هو هيأدي باذن الله ان شاء الله لحاجة كويسة. ترجي يا دولة.